رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين وإلى الأمة الإسلامية، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأكد أن احتفاء الأمة الإسلامية برسولها الكريم يكرس فيها التآسي والاقتداء به والسير على نهجه، وأن الاحتفال بمولده الشريف لفرصة طيبة لتجديد العهد بقيم ديننا الحنيف ومبادئه السامية وترسيخها وتأكيدها في النفوس باعتبارها ركنا أساسيا من هويتنا الإسلامية ونهجنا الأصيل وتاريخنا العريق، فهي ذكرى خالدة وعزيزة على المسلمين جميعا تحثهم على الخير والمحبة والتآلف والسلام، وتبعث فيهم تلك القيم النبيلة التي بعث بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستهلها باستعراض تقرير لجنة الجمعيات والمؤسسات الإسلامية بشأن طلب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رأي المجلس في طلب إحدى الجمعيات الإسلامية التعديل في نظامها الأساسي، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة. ثم استمع المجلس إلى مذكرة من الأمانة العامة بشأن آخر المستجدات بشأن مشروع صيانة جامع الشيخ حمد بالمحرق المدرج ضمن قائمة مشروعات المجلس لإعمار الجوامع، ووجه المجلس إلى سرعة العمل على إنجاز هذا المشروع بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع. واطلع على طلب وارد من مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 316 مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 76 المعاد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وقرر المجلس إحالة الطلب ومرفقاته على لجنة إبداء الرأي الشرعي لدراسته ورفع توصيتها بشأنه إلى المجلس. واختتم المجلس جلسته باستعراض الرسائل الواردة وبحث ما يستجد من أعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.